نروح للاستاذ محمد عرائي الناقد الرياضي بموقع اليوم السابع. استاذ محمد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن شادي، واهلا بجمهور نادي الاهلي الكرة. استاذ محمد، اكيد انت سمعتني وانا الاسئله المعتاده عليها اللي جماهير النادي الاهلي بتحب تعرفها. طمنا على فريق الكوره، انا عارف ان انت كنت موجود في التدريب النهارده، طمنا على الفريق وطمنا اكتر على الروح المعنويه. يعني طبعا النهارده كابتن يعني ختام تقريبا كانت التمرينه وصلت لاكتر من ساعتين وربع. النهارده كان في جرعه تدريبيه كبيره النهارده، يعني ده تقريبا ده يعتبر التمرين الاساسي النهارده قبل ما واجهه الوداد ان شاء الله. شريف اكرامي خلاص جاهز للمباراه، هو كان عنده طبعا مشكله في الضمه، غير كده كمان ان هو كان عنده مشكله كبيره في الضرس دي حتى من قبل ماتش نجم الساحلي، وهو تحمل على نفسه مسكنات وحقن مسكنه وجاهز لماتش النجم. برضه الالام دي عودته تاني، غير طبعا ان هو كان جاله الام الضمه ديت بعد ماتش النجم، بس هو الحمد لله خلاص يعني تعافى من الاصابتين دول وجاهز خلاص ان هو يلعب باذن الله. طبعا احنا عارفين ان صالح بابا طبعا مش بره الماتش خلاص بسبب الاصابه. النهارده كابتن حسام يعني ابتدى بقى خلاص يركز على البدايل ويشوف طريقه اللعب اللي هو هيلعب بيها، وده ظهر بشكل كبير جدا في التمرين النهارده. يعني كابتن حسام تقريبا هيلعب بنفس